تشكيل اللواء الأمني في منطقة ريف إدلب الشمالي. يختلف هذا الشريط الذي تناقلته مواقع المعارضة عن الأشرطة التي سبقته. الصورة جمعت عناصر ما سمي باللواء الأمني في إدلب، لواء جديد مهمته حراسة الحدود وحفظ الأمن. والحدود المعنية هي الحدود الشمالية الغربية لسوريا المداخمة لتركيا. إعلان مصور يدخل في إطار البيانات التي تبثها مواقع المعارضة، مؤكدة اتساع رقعة سيطرة الجيش الحر في الميدان. وفي الإطار ذاته تنقل المواقع تلك أخبارها من الرقة. ووفق المصدر ذاته تدور معارك عنيفة مع الجيش السوري. الجيش الحر يسيطر على مدينة تل أبيض ويحاصر ثانوية داخل المدينة، وفي داخلها العشرات من عناصر الأمن. والمعركة تتسع هنا صوب بلدات أخرى كالطبقة وناحية سلوك. في حمص تنقلب الموازين على وقع قصف لا يتوقف. الجديد فيه أنباء تتحدث عن عملية أمنية مرتقبة تستهدف الرستن بشكل خاص. وفي خضم هذا التصعيد غير المعلن بين الطرفين تزداد فاتورة نوال طفلة من تلبيسة انضمت إلى قوائم الموت، وهي قوائم حصدت الشهر الماضي أكثر من 1600 قتيل، معظمهم من حلب وريفها. صدارة تحتفظ حلب بها إلى اليوم. الجيش الحر يعلن استعادة سيطرته على حي الميدان الاستراتيجي بعد أيام من إعلان المماثل للجيش السوري. ساحة المواجهة تتنقل بين مساكن هنانو والصاخور والشعار وحلب الجديدة. صور انفجارات على الطريق الدولي ينتقل بنا بالمشهد من حلب إلى البوكمال ودير الزور. وهنا المعركة مستمرة ومركزها مطار حمدان العسكري. وبين أخبار العمليات التي ينفذها عناصر الجيش الحر وتلك التي يقوم بها عناصر الجيش السوري، لا تغيب العاصمة دمشق عن الإحداثيات. الصور الشحيحة من هنا لا تلغي تدفق الأنباء. أخبار تجمع ريف دمشق ببلداته تحت عنوان واحد: قصف متنقل ودمار تزداد رقعته.